طبعا طرحت مجموعة من الأفكار من خلال الندوة عن ما هو العقل، الفرق بين الوعي والإدراك، تشكيل الأفكار، البرمجة الإيجابية والبرمجة السلبية، برمجة الطفل من مرحلة الطفولة من جنين إلى 7 سنوات، الإبداع لدي الأطفال من 7 سنوات ودور البيئة الحاضنة، نسبة القيمة الذاتية لدي الأفراد، منطقة الوعي واللاوعي لدي الأفراد، أمثلة طرحت للتطبيق، المعالج المتخصص وأسلوب الاسترخاء لتخدير الحواس والوصول إلى اللاوعي، تقنية السعادة والإلهام الشخصي. عموما نفتح الحوار للأسئلة، ناخذها كجروب أولي، فليتفضل. ايه بناخذ الاسامي، السيد رقم 1 والسيدة رقم 2. السيد الدكتور. بعد. اوكي. تفضل باشا. في البداية طبعا نشكر المحاضرين على هذه المحاضرة القيمة جدا والتي نقلتنا إلى محطات كثيرة في حياتنا. أنا كشخص عملت في الإمارات والآن في البحرين، وكل ارتباطي في قضايا العمل البيئي، وما تحدث فيه عن القيمة الذاتية هي أساسا تمحورت في ذاتي كمسؤولية ذاتية. ففي إطار عملي الوظيفي أنا لم أكن أعمل كموظف، إنما كنت أعمل كمسؤول ذاتيا في العمل، وبالتالي كنت أعمل إلى آخر الليل وفي الصباح أواصل عملي. وفي إطار هذا العمل والنشاط الذي كنت أقوم فيه ترك أثره الإيجابي على ما هو محيط فيه. ومن الأشياء الذاتية الإيجابية التي تركت أثرها، كنا في رمضان يكون عندنا ورشة رمضانية في الليل، فكنت أعمل في بناء الخيمة حتى آخر الليل، وفي الصباح يجد وكان مع كهربائي من الأردن أتذكر، وكان يجدني في آخر الليل ويجدني في الصباح، فيأتي كان يتحدث يقول أنا سألبي أي طلب لهذا الإنسان لأن زرع في ذاتي مسؤولية ذاتية، وبالتالي أنا أنفذ كل شيء. لذلك عندما أعمل الآن وأنا أعمل في العمل التطوعي، الكثير يتحدث لي ما الذي تجنيه من هذا العمل؟ أنا أجني شيء آخر، أجني متعة، وأجني بشكل آخر إن أنا أقدم عمل للمجتمع من داخل. البعض عندما نقدم العمل بذاتية ينظر إليك من منظار الغيرة، لأنه ينظر في العمل أساسا من منظار ذاتي وليس من منظار مصلحة مجتمعية. لذلك أنا دائما أتحدث وأقول عندما يعمل الإنسان لمجتمعه عليه أن يفكر في الهدف، والهدف يحقق غرض الحضور الذاتي. هذا ما كنا نعمل معه، وهذا هو ما يحقق الإنجاز الفعلي في تحقيق المنجز اللي احنا نسعى إليه. بصراحة يعني هذه الأمور اللي أنا سرت فيها هي اللي خلتنا أن نحقق الكثير من الإنجازات في عملنا البيئي برغم من المصاعب التي نمر فيها. لذلك أنا أسمي القيمة الذاتية هي المسؤولية الذاتية لدى الشخص. عندما تتوفر المسؤولية الذاتية لدى الشخص بالإمكان تحقيق المنجز الذي نريده. مع الشكر. أيضا دكتور علي فخرو.
اولا الشكر الجزيل للاخوين، يعني انا استمتعت كثيرا بكل ما قيل، واعتقد كان يعني عرض جميل وبالغ الروعه والاهميه ايضا. انا اريد ان اطرح نقطتين. النقطه الاولى، اتمنى عليكم يوم من الايام انه تتكلمون ليس عن الفرد وإنما عن عقل المجتمع، بيسميه شعب، بيسميه أمة، لأن ما في شك أبدا أن هناك عقل للمجتمع، وهناك يعني عقل واعي وهناك عقل باطن. يوم من الأيام يعني سيكون جدا جميل لو يعني عملت محاضرة عن هذا الجانب وتتركوا الآن الفرد، يعني ما هي العوامل التي تخلق ذلك اللاوعي عند الأمة أو عند المجتمع، وما هي العوامل التي توقف الوعي من أن يكون ناضج وأن يكون عقلاني وإلى آخره. من هذه الأمور كلها ما أريد أدخل في كذا، ولا أعتقد أنتم يجب أن تدخلوا، بس أنا يعني هذا تمني عليكم أنتم. النقطة الثانية اللي أنا يعني بيهمني أنه أيضا، ما بعرف إذا يوم الأيام تبقى نتكلم فيه ولا الليلة، أدي تستطيع المدرسة والجامعة أن يعني تقلب تلك التأثيرات اللي هي من الولادة اللي ذكرتها، يعني من الأم ثم بعد ذلك العائلة الآخرة، بحيث أنها فعلا تستطيع أن توازن إلى أبعد الحدود ما بني في إبان الطفولة السبع سنوات الأولى. وأنا أعتقد هذا قضية مهمة، يعني أي نوع من التعليم، أي نوع من الثقافة، أي نوع من كذا، القادر على أن يوازن تلك التأثيرات. شكرا. سيد جعفر، حيثما أنا جنب، معلش اسمحوا لي أسرق الميكروفون دقيقة. أشكركم جدا كثير، أنا تمتعت لأن من كثير مهتمين في هذا الموضوع، أقرأ له كثير، أشكركم زيادة عليك. في موضوع، في شغلة صغيرة بس أنا ما حسيت إن تكلمت فيها، وهي الجينات الوراثية للبشر، والتي أنا أعتقد إن هالأيام قاعدين يشوفون إنه يكتشفون إن التأثير الأكبر لحركة الإنسان وخلقه يرجع إلى عصور غابرة، مو بعد الجينات القريبة البعيدة، يعني اللي جد الأبعد، يعني مثلاً إذا واحد كان عايش في القرون الوسطى إلى هناك يوصل تأثير الجيني علينا. يعني إحنا اكتشفوا أن حوالي فوق 70% شخصية الإنسان تتكون وتفاعلاته وتحركاته جينيا. فيعني يا ريت كان تركزوا لنا هاي شلون نشيلها. سيد جعفر، شكرا للأخوين، الصراحة يعني أمتعتونا وفتحتون قلوبنا، يعني اللي تكلمتون عن اللذة والمتعة أنا بجيبها من خلال النضال الوطني. يعني طبعا الإنسان لما يناضل من أجل التغيير يتمتع بنضاله وينتظر الحصاد، هذا يكون ما تحصده في خلال سنة ولا سنتين ولا حتى في 20 أو 50 سنة يعني، لكن أنت تمارس المتعة لما أنت تشوف العناصر اللي كنت تشتغل عليهم وتنور عقولهم إن وصلوا إلى يعني الجامعات، وصلوا للعلا، يعني هذا شيء يفرح قلبك وأنت تتلذذ، يعني هذه اللذة اللي تقولوا عنها، يعني لذة غير طبيعية، يعني الإنسان يرتاح يعني لما يشوف كان مجتمعه مجتمع مثلا متخلف، مجتمع مثلا يعتمد على الفكر الظلامي، وانت تخوض المعارك هذه من اجل تغيير الشخص من الفكر الظلامي الى الفكر التنويري. الان نفسيا ترتاح لما تشوف العناصر هذه اللي كانت في الفكر الظلامي انتقلت إلى الفكر التنويري وحققت
أشياء كثيرة يعني. شكرا لكم. السلام عليكم. في الواقع أستاذ علي دكتور سالي السلام، في الواقع استمتعت كثير من هذه المحاضرة لأن شفت نفسي من 40 سنة حتى الآن. أنا بس بغيت أعطيكم كمثل لماذا شفت نفسي من 40 سنة. في سنة 77 كنت أعمل في شركة ألمين وألبا. ذاك الأيام كانوا إنجليز وشدة الظلم على العمال. أخذت على عاتقي القوة العقلية اللي كان القيمة الذاتية أخذتها أن يكون على عاتقي أكون leader of the ship for that one. دفاعا عن من؟ عن العمال. أطلع الشيء القيمة المعنوية فقط، وصول إلى الهدف. لما دخلت في انتخابات في سنة 83 نجح، ليه اللي طرع مرسوم ملكي في ذاك الوقت انه ايجاد النقابة المؤسسة. 30 سنة عملت في ذاك الموجود وفزت بأعلى درجة من الأصوات وكونت شعبية عجيبة في الشركة بقيمة ذاتية اللي أنا بغيتها، إن فقط أكون أمحي نفسي وفقط وصول لهذا الطبقة الكادحة أوصل إلى الهدف. لما تقاعدت 2008 أخذت على عاتقي إن يكون هذا الهدف لا يكون لا نهاية، وليس أقعد في البيت أو قهاوي أو مثل بقية إنكم. شيت في مجال مؤسسة حقوق الإنسان وعملت على نفس الطريقة، وصرت استشاري نقابي عمال، وعملت وعملت بدون ما حد إنه يكون. وهذه استمتاع اللي إنسان في الواقع يستمتع كيف يكون يشيل الظلم من أصغر عامل أو أكبر عامل. ونجح في الواقع في هذه المسألة بامتياز حتى وصل إن جلالة الملك عينوني مفوضية حقوق السجناء والمعتجزين. مو إن أنا أعطية أو لا، لأن على الساحة عمل، على الواقع عمل في الواقع في هذا المجال. شفت صغير كبير ضعيف أجنبي غير، أخذت يدهم واستمتع بدون نظرة إلى المادة. هو استمتاع مثل ما تفضلت إن القيمة المعنوية في الواقع. شيء الجميل في هذا الاستمتاع إن إنسان يشوف، ما يشوف روحه، يشوف غيره كيف يستمتع إن كيف تنجو هذه الأشخاص الكادحين الفقراء، توصل لهم المسار. هذا هو أكبر ثروة، والثروة دي لا يمكن يقارنه أي ثروة. وفي الواقع شكرا جزيلا. ورقة وآخر المتداخلين بيكون أبو صبر يعني. ورقة في أحد يبي بعد؟ خلنا لأن آخر المتداخلين بكون بأبو صبري. شكرا للمحاضرين، بصراحة يعني موضوع جدا ممتع، وهو هدف لكل إنسان في هذه الحياة. وإذا نحتاج إلى تنوير العقول أو تنوير أي شيء، هو لابد أن يكون عندنا قيم عليا، والقيم العليا لابد من أن نضحي بالأدنى إلى الأسمى، والأسمى هو يعني هي الفضائل أنا أعتبرها، يعني مساعدة الناس والخدمة، ويقولون الخدمة العمل بروح الخدمة هو العبادة، وهي العبادة نفسها. فالإنسان لابد في كل مجال يعمل، ومثل ما تفضلوا كل إنسان مبدع، كل إنسان عنده يعني إحنا نكمل بعض، ما تنافس بعض، هذه أحسن من ذاك، هذه أحسن من ذاك. كلنا في مجالنا عندنا يعني نقدر نبدع في عمل ما، ولكن لابد أن نسعى ولابد أن نصبر ونشوف مصالح العامة
وما نشوف مصالح ذاتية نفسية اللي تكلموا عنها بالمادة. فلذلك فالقيم العليا مرتبطة بالروحانيات ومرتبطة بالإنسانية ومرتبطة بالخدمة وإلى آخره. وشكرا جزيلا. أبو صبري آخر المتداخلين. شكرا للأخوين والشكر موصول أبو فجر لاقتراحه ودعوته المؤلفين والباحثين إنجاز تعبير فيما يتعلق بالقيمة الذاتية. فهي موجودة في روح كل إنسان، وأنا لازلت اليوم أبحث عن القيمة الذاتية لأصل إلى قمة الخدمة الإنسانية والتطور العقلي فيما يتعلق الألم. العمل والعشق ليس ألم، إنما هو متعة يحس فيها الإنسان الباحث عن ذاته. شكرا. شكرا. نترك الميكروفون للتعليق من قبل المنتدين. طبعا اذا تسمحوا لنا، عندي الاخ السيد سيد جعفر، الاخ عطيه الله، والاخ ورقاء روحاني، وابو صبري. يمكن بخلي الاستاذ احمد يجاوب عليهم كلهم في سله واحده، لان تكلموا عن القيمه العليا شلونها نابعه من ذات الانسان، وفيها استمتاع وفيها ترك اثر، والإنسان ما يتذمر منها إذا سواها، بل يكون متحمس، وترك الأثر هذا لا يتوقف فقط على وجوده في الحياة، وإنما حتى بعد وجوده في هذه الحياة. فنخلي أستاذ أحمد يشرحها في عجالة، كيف إن القيمة العليا فيها استمتاع وترك أثر حتى لا ما بعد فناء الإنسان من الحياة الدنيا. بعدين بناخذ في عندنا الدكتور واستاذتنا ونجاوب عليهم ان شاء الله. شكرا جزيلا. طبعا لما تكلمنا عن القيمه الذاتيه العليا، صراحه هذا شيء مو بغريب عليكم انتم، لان بشكل شخصي يعني انا واضح عندي رسائلكم واضحه الى المجتمع، واثركم واضح، وتعاونكم واضح، والكثير كثير من الحضور الموجودين موجوده عندكم قيمه عليا ذاتيه، بل انتم تمارسون القيمة الذاتية العليا، لهذا تشوفون النتيجة واضحة. أنا يعني بكون صراحة شرحي للقيمة الذاتية الحين بيكون مجروح، يعني ما شاء الله الأستاذ عطية الله وقف وعطانا يعني عطانا سرد جميل من هذه القيمة، وهذه حقيقة حقيقة القيمة الذاتية العليا. أصلا مثل ما يقولون إحنا دائما في أستراليا يقولها you do not require the motivation to do something you love. If you require motivation to do something you love, that's feedback mechanism telling you what are you doing you are not in love with. بما معناته إلى أن الإنسان يمارس القيمة العليا الذاتية لا يحتاج إلى أي تشجيع وأي دعم من الخارج. عندما الإنسان يعيش في هذه القيمة يكون التشجيع ذاتي. It is self-motivation. لهذا الكثير من الناس اللي يقولون نحتاج احنا نشجع المجتمع، ما تحتاج تشجع المجتمع إلا أن الشخص اكتشف القيمة الذاتية. احنا نحاول قدر الإمكان ان يعني الرسالة هذا مع سيد محمد نوجه إلى كل فرد اكتشف القيمة الذاتية، انطلق، المجتمع يتغير. المجتمع لا يتغير كمجتمع، المجتمع هو مجموعة من أفراد، من الأسرة، من الطفل، من المدرسة. هذه بشكل عالمي الكثير يبحث، يعني مو بالبحرين ولا الخليج، مستوى العالم. لما نقول إحنا القيمة الذاتية، الكثير أنا صادني مع أستاذ محمد، كثير من الناس قال الشخص اللي أنا ما عندي قيمة، ما عندي قيمة. لا لا، عنده قيم، وناس تربطها بالقيم الثابتة، الصدق والأمانة وذي.
الصدق والأمانة والإيمان راح ترتبط بالقيمة الذاتية لما تمارسها، راح تشوف هي تتنفذ. أنا أكون صادق وأمين لأن أنا أسوي القيمة الذاتية، أنا ما أحتاج أكون يعني مجامل فيها. هي اللذة والألم، لما نقول ألم هي مش ألم، هي استمتاع. لهذا هي الألم هو اللذة لنفسها. الكثير من الناس اللي تبتعد عن القيمة الذاتية لأن هي تعاني من الألم نفسه. يعني لما أنا قاعد أسوي شغلة بس مو قيمة ذاتية مفروض علي، على سبيل المثال بعض الناس يستمرون 25-30 سنة في أداء وظيفة معينة عايشين في ألم مو قيمة ذاتية، ينتظرون يطلعون التقاعد ويقعدون في البيت في حالة تدمر اكتئاب، يوصلون إلى الموت، يقتلون نفسهم. لأن هي العملية متعلقة بالهرمون، خلايا عندنا احنا، الخلية تكون في حالة توازن عندما أسوي القيمة الذاتية، لهذا الإنسان يكون في قمة سعادته. الأمراض تختفي جماعة، أكثر الأمراض الموجودة في المجتمعات عامة هو الاسترس، اكتئاب، تدمر. وليش احنا متدمرين وليش هاي؟ لأن مفتقدين اكتشاف هذه القيمة. وهل بالفعل هذه القيمة في ناس توصل إلى شيء جميل وعمل جميل بالفعل، بس هل هو قيمة ذاتية مرتبط بذاتي والله مرتبط بذات الآخرين؟ هني نصبح في تضحية. التضحية لازم تضحية ذاتية ممتاز، أما تضحية إلى الآخرين وأنا ذاتي مو مكتشف منها ما أقدر أعطيه، يعني الطاقة ما توصل، ما أقدر أوصل رسالتي. حتى لو أنا كنت حاب أساعد المجتمع أشارك المجتمع لأن هي مو قيمة ذاتية ما راح أوصلها. وراح تشوفون اللي يسوي قيمة مجتمعية ذات يعني مجتمعية بس هي مش ذاتية، خلنا نقول خدم المجتمع 30 سنة، إذا ما كان قيمة ذاتية راح تتأثر فيه شخصيا، راح يقول والله خدمت المجتمع 30 سنة ولا حد قدرني، بيقولها. لأن احنا ما ننتظر التقدير، القيمة الذاتية ما تنتظر تقدير من الآخرين، هي استمتاع بالعمل نفسه. فالسر حقيقة هي مرتبطة بالهرمونات مال الإنسان، التوازن، balance of life. شلون أنا أكون متوازن ذاتيا حتى أكون متوازن صحيا؟ هذا الكثير اللي تشوفون على سبيل المثال اللي يروحون المقاهي بشكل كثرة قاعدين وذي، هم عايشين في حالة من اللذة المؤقتة، سوى شرب كوفي والله أطلع والله أسافر، فينا يقول والله أنتظر نهاية السنة حتى أسافر برا. أوكي أسافر حق كم شهر؟ شهر، عطى 5 شهور يكتئب يبي يرجع، يزيد عند مثل ما يقول الدوبين، مثل الإدمان. المدمن المخدرات هو مفتقد القيمة العليا الذاتي، مو مكتشف، عايش في اكتئاب، فيبي يعوضها. يعوضها شلون؟ يضرب مخدرات. لما يضرب مخدرات الدوبامين يشتغل عنده خارجي، لما يشتغل الدوبامين يعيش في حال، لأنه عن طريق المخدر يفتقد هذه اللذة عندما ينتهي مفعول المخدر. شو يسوي؟ يعيش في حالة اكتئاب شديد. طبعا العقل الباطن ما يعرف غلط ولا صح، ما يعرف غلط ولا صح، فهو مضطر انه يعوض، انه يسوي الهرمون الدوبامين يضربه مرة ثانية. ولحد الآن الكثير من اللي يعانون من المخدرات حتى لو راحوا المشفى ورجعونا البيئة، هل البيئة تكون حاضنة في البيت أو طاردة؟ صاحب الأدمن في المخدرات تكون أكثر، يعني 95% بيئة تكون طاردة في البيت. أول ما يكون في حالة من الأم والأب ما يرتاحون، ولدي في مخدرات وهاي هاي، هو أصلاً خلاص فاقد عقله، هذا الحين صار صاحي رجع يعيش في اكتئاب، فيضطر يروح مرة ثانية يضرب لأنه يبي اللذة. فيعني صراحة القيمة الذاتية العليا لما نتكلم فيها هي مصدر ذاتي اللي الإنسان يقدر يستخدم عند اكتشافه والعمل فيها، طاقة رهيبة تصير عند الإنسان، رهيبة رهيبة. يعني أنا على سبيل المثال، أمس أول أمس صاحي أنا قاعد مع سام محمد طالعين برا في بعض البحوث قاعد نسويها، فصادتني شوحكة صحية، كنت شوي متألم شوي في هاليومين صدقون، يعني قاعد
أقول إن شاء الله صوتي ما يتغير في أثناء الحديث، مو أن باجي لما باجي، لا مسخن حرارة عندي، بس قاعد أقول إن شاء الله صوتي يكون يعني ظهور الصوت ما يحس إنه يكون نوع من المريض، مو أن أنا ما باجي. وفي خلال هذه الفترة الحين أنا قاعد مع أحس حتى جسميا أحس في صحة. ليش؟ لأن هي حالة من الهرمون، ما عندي التعب الذاتي فصير هرمون، وكل الأمراض اللي جاية من الخارج لأن يصير البالانس عندك في الهرمون تشفى، ومو سحر ولكن توازن هرموني. الإنسان حتى الأكل، في ناس يقول اطلع على الحمية، الحمية أنا استنى محمد قاعدين احنا مهتمين بالتوحد، مهتمين بالتوحد، واللي عنده أشياء تتعلق بالتوحد خليه يتكلمنا شخصيا، لأن التوحد حاليا بالنسبة لي أنا استنى محمد نعتبرهم عباقرة العصر، عباقرة العصر، وعندنا بحث فيه قاعد نشتغل فيه الحين. راح اتطرق بس عن الجينات، يعني شيء جميل هذا عميق، يعني طبعا السؤال عميق يعني، بس بشكل سريع ومبسط، الحين 2017 وصلوا العلماء الى ما بعد الجينات، يعني ابي جينيتك، الجينات مال ملايين السنين يصير اوفررايد، يصير كلير الجين، لان الجينات هي تعتبر بلو برينت، لما توصل الى مرحله البلو برينت تشيل البلو برينت خلاص ما يصير، يعني الجين تتغير بالانفايرمنت. لهذا السبب لما ناخذ الخليه، خليه الانسان تود نفس الخليه، نفس الخليه لما تكون ديفرنت انفايرمنت تودينها راح تعطيش ديفرنت برودكت، ديفرنت ماتيريال، ممكن تكون عظم تودينها بيئه ثانيه تعطيش عضل، تعطيش عظم، تعطيش عضلات، تكون لك جينة الإنسان حسب البيئة. معناته كيف؟ أنا لما أكون في موجود في بيئة راح أنا جيناتي تتغير حسب البيئة، يعني ممكن تأخذين إنسان إلى أي منطقة عالمية حتى لو كانت عنده جينات السرطان على سبيل المثال من هلقد سنين، طلع في الصين ما حد تكلم عن أنه هو جيناته عنده كانسر في العائلة من هلقد سنة، ما يصير كانسر، الكانسر ما يصير. وعلى فكرة كل إنسان موجود عنده الكانسر سيل، يعني خلية السرطان موجودة عند الإنسان، كل واحد عنده، صح؟ أيوة. فشلون تصير أكتيفيت الخلية؟ شلون تصير أكتيفيت؟ بالإسترس، والإسترس يتكون لأن أنا قاعد أسوي شغلة ما أحبها، مو قيمة ذاتية، وأعيش فيها ولا أقدر أطلع منها. هل أنا طالع من هالقيمة؟ في ناس مبرمجين بالقيمة ويفكرون قيمة ذاتية ويعيشون فيها، فشوف الاسترس شلون يصير. يعني حتى لو قلت لا هذا مو قيمتك الذاتية، لا قيمة الذاتية أنا عاشقنها، بس البيهيفير ما لا يعطيش، لا أوبوزيت. أتمنى أن وصلت الرسالة. نعم صح، ما تتغير بسهولة 100% من أصل الجينات، يعني خلاص في العميق، بالعكس أنا وافقش 100%. مرة أخرى نشكر المحاضران أستاذ أحمد فضل وأستاذ محمد المؤذن على الندوة القيمة الجميلة، ونشكر أيضا الحضور الكرام، ونلتقي إن شاء الله في أمسيات ثقافية أخرى. شكرا.